السلام عليكم احباب، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله العصافير تاعكم يكونوا بخير. الموضوع تاع اليوم غير الريش. غير الريش بالنسبه للطيور الكبار، كيفاش نعاونوهم في غيار الريش وكيفاش نضمنوا ان العصفور تاعنا يخرج من فتره غيار الريش بصحه كامله. على خاطر علاش كي تخرج كي العصفور تاعك يخرج من غيار الريش بهذيك الصحه الكامله، غير ضمن عندك ضمان 100% انه راح يدخل في واحد الفتره تاع الجهوزيه بسرعه وراح ينتج لك بسرعه. اليوم راه عندنا واحد الجان تاع هو نديروا له نفس طريقه لي فيو الكبار تاع غير الريش. هو حقيقه ماشي غير الريش، ولكن حنايا نعاونوه باش يتعدى هذيك الفتره تاع الانتقاليه من جان الى فيو. نعاونو حنايا ان شاء الله بعدة امور. واش هي عدة امور اساسيه وامور ثانويه. اليوم نهضروا على الامور الاساسيه وهي الدوش. الدوش ما تعطيش الدوش باش تضمن لا هو لا الفيو باش تضمن فتره غير الريش جيده جدا. لا هو لا الفيو خصك ما تعطيش الدوش وحده يدوش. تستعمل هذيك اللي شفناها البارح، هذه استعملها. درك نابليكيها معاكم دروك هاكم. معليش غير السون تاعك غير عطيه غير عطيه حتى تشوفه تعمر كومبلي بالماء. هكا تضمن باللي الماء يوصل للكامل الجسم تاع السون تاعك. فوالا هذه هي المرحله. صاي ما محتاج الجو، راه اليوم شويه مغيم بصح عادي ماشي مشكل. عطينا يدوش كيما العاده يوميا. والحاجه الثانيه ميتي فيتامين. انا كنت نستعمل بزاف من قبل لي ميدا طابرلين ميدا كاع المكملات الغذائيه اللي عندها علاقه بغير الريش، خاصه الميدا. والان مع ما راناش نشوفوا هذه الميدا دروك، راح تدخل شويه راح تدخل مغشوشه وما راهاش كاينه. دوك انا نستعملوا كنا نستعملوا فيتافورم للاسف عاود راها قليله ما كايناش. شفنا مواد اخرى وادويه اخرى مكملات اخرى كما هذه بار اكزومبل. هذه هي امامكم اد فيتام. هي هذه ناقصه في لي فيتامين بارابور لفيتافورم. فيتافورم فيها 12 وهذه فيها غير 9. معليش نديبانيو بها. وكاينه واحد اخرى شويه غاليه بصح هي ماد ان فرونس فيتافور ماشي فيتافورم. تقدو ديبانيو بها خير من والو. هاد العمليه ديروها الى قديتو يوميا حتى يخرج الحسون تاعك من غير الريش، ولا حتى يكمل الحسون تاعك تبديل الريش تاعه ويولي لمرحله الفيو ان شاء الله. الماء اللي يستعملوه في مع الفيتافون نديرو انا راني دايره دروك 6 قطرات هنايا 40 مليلتر. واستعملت الماء تاع ما هي ماشي قضيه اشهار ولا، استعملت الماء تاع هاكا تاع قرعه معدني. ان شاء الله المعلومه تكون وصلت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.